نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. السادة السلطات، أمدكم الله سبحانه وتعالى بهذه الرحلة إلى هذا الموقف وإلى هذا المرور وسعي مشكور. في البداية أيها الأحباب، مشايخ وسط الإعلام، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يحفظكم ويسركم ويبارك فيكم إن شاء الله بحول الله تعالى. الحمد لله، احنا رانا مستعدين للتوجه للبقاع المقدسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا وأن يجعلنا من المقبولين. نسأل الله سبحانه وتعالى لبلدنا الحفظ والسلامة والأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم العافية والأمن على بلاد المسلمين عامة وعلى الجزائر خاصة، وأن يحفظ بلادنا ورئيسنا. نشكر السلطات لهذا التنظيم لرحلة الحجاج، وبارك الله في الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية على هذا التنظيم، وإن شاء الله الله يقبل من جميع المسلمين. اليوم وقفنا في مطار تندوف الرائد فراش على كل الترتيبات والتسهيلات التي مكنت حجاجنا إن شاء الله اليوم من صعود الطائرة في ظروف سلسة حسنة بفضل الجهودات التي بدأتها الدولة الجزائرية وكل التسهيلات التي قدمت من مختلف المديريات والجمعيات المجتمع المدني. مجند اليوم لمشاركة سفراء الجزائر إلى البقاع المقدسة من أجل تقديم المساعدة لهم ويد العون التي تتمثل في حمل أمتعة الحجاج بجميع الصفات، كذلك لتقديم الإسعافات الأولية. مخطط أمني خاص، يهدف هذا المخطط إلى مرافقة حجاج ولاية تندوف الكرام وتوفير الجو المناسب لسفرهم، كما يهدف إلى مرافقة العائلات الذين توافدوا إلى مطار الرائد فراج من أجل توديع الحجاج. بهذه المناسبة تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمدنية من طرف مديرية الحماية المدنية.